واحد سأله فيها فيطبقها على نفسه أو يطبقها على واحد غيره أو يقول أصل أنا سمعت كذا. أولا هل أنت فهمت السؤال تحديدا؟ هل الحالة بتاعتك تنطبق على نفس الحالة تماما أم لا؟ هل ظروفك كظروفه أم لا؟ ولا يفتي أحد نفسه، يعني مبدأ كده الواحد ما يفتيش إيه؟ ما يفتيش نفسه، بتفتي نفسك في الورع. يعني الشيخ ده قال لك والله هي فيها شبهة، والشيخ ده قال لك ده حرام، فبقول لك والله بيقول لي مش عارف ده قال لي ينفع وده قال لي ما ينفعش، بقول لك والله هذا موجود في رأي فقهي معتبر له دليل معتبر، وهذا رأي فقهي معتبر له دليل معتبر، يقول لي بس انا والله مش عارف في حاجة في نفسي كده. هو استفتى نفسه واستفتى قلبه وجد قلبه غير مرتاح فترك هذا الرأي واخذ الرأي الاخر، ده اسمه استفتي ايه؟ قلبك وان افتاك الناس وافتوك. هنا تستفتي قلبك لما تسمع فتوين أحبهم وأقربهم إلى قلبك وراحة قلبك، فتوين صحيحتين من عالمين بأدلة شرعية واضحة وصحيحة، هنا تستفتي قلبك. لكن في واحد مستفتي قلبه عامل قلبه مفتي الإسلام صلي على النبي، وقلبه أصلا مريض، قلبه معشق في الدنيا، وقلبه يعني أسود من كثرة بعده عن ربه وكذا. إذن الإجابة عن الحاج في سطر واحد أن لكل فتوى ملابساتها، تتغير فتوى من شخص إلى شخص، من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من المعلومات. لو معلومة صغيرة قد كده زادت عن واحد تاني فتوى تانية خالص. أديك مثال، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث. واحد مرة واحد ولا واحدة مش فاكر اتصل بي قال لي مسألة ميراث، أبويا مات رحمه الله وترك كذا وكذا وكذا، فلان ده يورث؟ قلت له والله دي تورثها، مسألة سهلة يعني، وإن كان مسائل الميراث الصح فيها إن الشيخ يقول له اتصل بيها تاني، يحسبها بالراحة كده على مهله، مسائل مالية ممكن ما يتصلش بيه تاني ما يشوفوش، والمسائل يبقى فيها اختلاط، صليت على النبي. لكن المسألة كانت واضحة، قلت له والله دي سهلة خالص، دي هياخد كذا وده كذا وده كذا، خلص الموضوع. وبعدين لقيت واحد تاني جاي الجامع قال لي أنت أفتيت بكذا وكذا، قلت له نعم. فإيه؟ قال لي يعني يتحرم ليه اختهم الكبيره؟ قلت له ما قاليش ان في اختهم، لا كبيره ولا صغيره، صليت على سيدنا رسول الله. قال لي طب وعلى هذا؟ قلت له على هذا، قلت له لا انت تجيبه بتجيب العيله كلها، هو مات وسايب مين؟ الجيران كمان، اسامي الجيران، لان كده. ولذلك قالوا المفتي اسير المستفتي، انا بأفتي وانت بتستفتي، انت جبت لي سؤال جاوبتك على هذا السؤال، رحت انت قلت لواحد ان انا افتيت بكذا ولكن في سؤال اخر. المفتي اسير الايه؟ المستفتي، صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكل حاله فتوى تخصها، ولا يفتي احد نفسه، ولا يقيس على شيء اخر، ولا يقيس على شيء سمعه ولا على شيء قراه. انما الفتوى امر خطير وامر كبير، كان الصحابه بيزقوه عن بعض يحدفوه كده، اذا جاءت الفتوى يعني يرحلوها على بعض. دلوقتي ممكن يجي للشيخ سؤال تلاقي واحد ملوش دعوه خالص باي حاجه، لا يجوز، لا يجوز، واخد بالك؟ يعني سبحان الله، تلاقي واحد ملوش في الموضوع هو اللي لو يا جماعه لو الواحد راح، واحد جاله مغص وراح لمهندس يقول له جالي مغص في الناحيه الشمال وقوله رحت للدكتور مين؟ يقول لك للمهندس فلان، تقول عليه ايه؟ ده كلام. ولو واحد كده بيته بدا يبقى فيه تصدعات فرايح لبروفيسور في الادب العربي يقول له انا البيت بتاعي هيقع عامل ايه؟ تقول عليه ايه؟ طب لماذا نحن عاقلون جدا 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 في هذه المسائل الدنيويه ومستعبطون جدا 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 في المسائل الشرعيه؟ بيسال اي حد. لسه واحد سالني امس في تليفون من الغرب، قال لي انا كنت في برلين 5 سنوات وسؤالي كذا وكذا وكذا، وسالت ناس كثيرين فقالوا زوجتي طالق بهذا الامر. قلت له سالت مين من المشايخ؟ قال لي مفيش. سالت مين من العلماء؟ مفيش. قلت له امال سالت مين؟ قال لي سالت معارفي وحبايبي واصحابي ومش عارف ايه. وزوجته مش طالق ولا حاجه، ممكن يكون المسكين فاهم انها طالق بقالها شهور وظالمها وظالم نفسه، ولكنه هو البيت بتاعه شرخ، راح سال
أسأل واحد طبيب الأطفال، صليت على سيدنا رسول الله، يعني عايزين نقدر الشرع ونحترم الشرع. نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه عندما كان يسأل ولا يعلم يقول لا أدري، حتى يأتي جبريل بالإجابة. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في مسائل لا يعلمها، وفوق كل ذي علم عليم. ونحن عندما تسأل الشيخ ولا يجيبك الشيخ ويؤجلك، وأقول لك حاجة نصيحة، لا تأخذ من شيخ يجيبك على كل شيء، هذا جريء، أجرى من مالك. مالك الإمام مالك الذي قال كان يقال عنه لا يفتى، ومالك في المدينة من علمه وفرط علمه، في درس كهذا يحضره العلماء وطلاب العلم وناس يستفيدون، كان يعرض عليه 40 سؤالا فيقول فيها جميعا لا أعلم لا أعلم. ما هو حنيفة أغرب سؤال جاله في حياته وأعجب قصة قرأتها في حياته وعن حياته وقصصه، يعني كلها عجب، يعني كان في العراق قصص عجيبة وأسئلة عجيبة تأتيه، وكان الزمن فيه يعني نوع من الفتن. المهم إن أحد الأسئلة واحد جايله من المغرب، قال له إحنا اختلفنا في المغرب في مسألة والمشايخ يعني احترفوا مش عارفينها، يعني مشايخ دولة كاملة مش عارفين يجيبوا سؤال، مشايخ محترمين، مشايخ مش تيك أواي وحصل طلب وما يطلبه المستمعون، بل ما يصلح المستمعين مش ما يطلبه المستمعون. صليت على سيدنا رسول الله. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو قالوا فاحنا قررنا ان احنا نجمع نفقه ويبعثوا وفد الى اعلم اهل الارض في وقته ابو حنيفه نساله عن المساله. دي الناس من المغرب، تعرف من المغرب يعني عدوا على الجمال والحمير والبغال، عدوا على تونس ثم على ليبيا ثم على مصر ثم على الاردن ثم على السعوديه، ثم شهر سفر عشان يسالوا سؤال. فيسألوا ايه؟ سؤال. احيانا الواحد كده يعني يتكلف ان هو يتصل بالاوتو مجانا، يقول لك واسال ليه؟ انا عندي قلبي صليت على النبي، هو انا اتهيأ لي كده. المهم اللي حصل ايه؟ ان ابو حنيفه جاءه السؤال فساله الرجل، قال له الحكايه احنا كذا وكذا، فساله السؤال فقال له الله المستعان لا اعلم. نعم انا ماذا اقول للناس في المغرب؟ ماذا أقول لهم؟ أقول لهم سألت أبا حنيفة فقال أبو حنيفة لا أعلم. فالراجل قال له يعني طب أرجوك يبحث لي المسألة ولا أي شيء. قال له دعني أياما. سابوا أيام ثم رجع بعد أيام وسأله السؤال فقال له هل الحمد لله فرجت؟ قال نعم فرجت بفضل الله. قال وما الإجابة؟ قال الإجابة أني لا أعلم. وكل الناس ببساطة قد سألت أبا حنيفة فقال أبو حنيفة لا إيه؟ لا أعلم. صليت على سيدنا رسول الله. هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ من السائل. معناها لا أعلم، لا أنا أعرف ولا أنت تعرف. قال له كده. قال له متى الساعة؟ أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ والعجب العجاب أنه وقع في يدي كتاب اسمه عمر أمة الإسلام، كان يحدد تقريبا القيامة هتقوم امتى، يعني هو عارف من لم يعلم ولا جبريل ولا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وجمع اقوال رسول الله. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال هذه الاقوال الم يستطع ان يقول موعدها؟ لكنه العصر الذي نحن فيه الذي فيه جراحات والام كثيره، نسال الله ان يعافي منها الامه وان يعافي قلوبنا من هذه. اخونا كان رفع يديه وانا